لا، كل وراجل حاجة عقلاني جدا وراجل معتدل جدا، بس هو جدا. بيحرض على التفكير طبعا بشكل جت كبير. الصدمة بعد كده، يمكن قبل ما ادخل في دكتور فرج فودة، جت الصدمة بقى لما لقيت معركة بتاعت جناح الذبابة، ولقيت بقى دي بقى ادتني اشارة تانية ان الطيار جاي لا محالة، هذا الطيار سيمسك بمفاصل مصر ويدخل الى نخاعها الشوكي بشكل كبير جدا. ليه؟ في الفترة دي لقيت ثلاثة من الايقونات اللي انا بحبها، كان زكي نجيب كان محمود زكي نجيب ويوسف محمود، ادريس يوسف ادريس، توفيق الحكيم، توفيق الحكيم. تراجعوا، صحيح. وان الشارع بدأ يهدد لدرجة ان يوسف ادريس كان بيقعد يحمي بنته نسمة، دكتورة نسمة دلوقتي، من التهديدات اللي بتجيله، احنا هنحرقها، هنعمل لها وشها، مش عارف هنعمل ايه. ده لمجرد ان هم اختلفوا على اختلف فكرة، لان هم يعني ما كانش فيه معركة، لا ده خلاف في الرأي يعني. خالص. والدكتور زكي نجيب محمود اللي يقرأ مقالته، نفسي يعني تنشر إعادة نشر للدكتور زكي نجيب محمود للمقالة دي، قد إيه هي مهذبة جدا جدا، خلاف عادي جدا. والخلاف ده على فكرة حصل قبل كده هي على حديث الغرق موجودة تقريبا في كتابه قيم من التراث تقريبا، على ما تقريبا. أذكر يعني، على ما أذكر. المهم إن بدأت أعرف إن الخوف ممكن يخلي مثقف كبير وما ندينوش. بدأت أعرف كلمة أو معنى إن أنت تحط المثقف في وضعه الإنساني، إن أنت لا تعامله كروبوت من فولاذ، إن هو لا ما يتأثرش، لا، إنسان عنده قلب. هما هنا تراجعوا، ودول ليهم كان يعني قامات كانت ضخمة جدا. ده لكن ده خايف على بنته وولاده، ده عيلته، ده توفيق الحكيمة تراجع، زكي نجيب محمود تراجع، يوسف إدريس تراجع، ورسائل اعتذار، توفيق الحكيم كتب رسالة اعتذار في الأهرام. الله، إيه اللي بيحصل؟ يمكن أنا كشاب أياميها وقتها ما كنتش إيه ده، أنا بقى متقبل. وإزاي توفيق الحكيم بقامته دي يتراجع؟ لكن أنا ما كنتش مدرك إن العنف في الشارع والإدانة أدركت في الشارع. أدركت ده لما تعرضت له بعد كده؟ طبعا طبعا يعني تعرضت له من تهديدات ومن إساءات و كل هذه الأشياء بتجعلك يعني ممكن أنت تستحمل، لكن ساعتها بقى عرفت قد إيه ممكن ابنك يضار، مراتك تضار، أو يتضايق في حتة، أو يقرأ رد خارج أو وقح في بوست مثلا وهو ده أبوه، حاجات كده يعني. المهم ان بدأت الصورة تتضح اكتر واكتر، الكفتين، مين الكفة الراجح؟ كان اهم قامتين اياميها الشعراوي، برنامج الشيخ الشعراوي، خواطري وبرنامج ومصطفى مصطفى محمود محمود العلم العلم والايمان. والايمان، مصطفى محمود القديم اللي انا كنت بقرا له، قلت لك في الحلقة السابقة كنت بقرا له بعشق. وعلى فكرة في جانب مصطفى محمود القصة والمسرحية، كان من الممكن ان هو لو كمل في القصة القصيرة كان ممكن يبقى بقامة يوسف إدريس. يوسف إدريس ليه قصص قصيرة رائعة، وليه كتاب اللي صدر الله والإنسان في منتهى الروعة، ده الكتاب الأول، أول كتاب ليه، أول كتاب ليه. هو لسه في العشرينات. لكن بقى يعني جرت في النهر مياه كثيرة، صحيح، جعلت الدكتور مصطفى محمود ينحو منحى ان هو انت بتقدم مادة جميلة جدا، لكن ايه الداعي في الاخر ان انت تخلق صراع وهمي ما بين العلم ما بين والدين. العلم والدين، وتقول اصل العلماء دول مهما عملوا مش هيوصلوا للي عملوا الدين، او رغم ان هم وصلوا لده بالعقل اللي ربنا منحه لهم، يعني ما فيش خلاف. وما تدخلش يعني نفسك في مسألة هذا الصراع المفتعل،
لانك بقى ممكن برضو يعني يبعدك عن الايمان على فكره، مش يقربك منه. يعني هقول لك مثلا حاجه بسيطه، لما تقعد تقول اصل مش ممكن البني ادم يعمل حاجه تهزم عقل الانسان. لما جه الكمبيوتر تغلب على بطل الشطرنج، هنا انت اديت الشاب اللي انت بنيت له القاعده على هذا التعارض والصراع اللي مش موجود اصلا، لانك كانك بتوزن بالكيلومتر او بتقيس بالكيلوجرام. الدين له ادواته والياته، والعلم ليه ادواته والياته. فلما هتديله الحته دي هيتصدم. فممكن يبعد عن الدين. هيبعد عن الدين، مش هيقرب له. صحيح. يعني نفس الحكايه بتتكرر، وهي طبعا سبوبه. انا درست نظريه التطور في الثانويه العامه. الان نظريه التطور مش موجوده في الكتب، مع ان هي طرح، يعني هي طرح، هي لا يعني فرضيه انت للتفسير. يعني انت اقصد ببساطه علم البيولوجي، احنا بندرس بيولوجي، المفروض انا درستها فين؟ مش في الدين، انا درستها في كتاب البيولوجي. لا يوجد عالم بيولوجي دلوقتي او جمعيه بيولوجيه على ظهر الارض بتقول ان نظريه التطور دي او بتتعامل معاها بمثل هذا الطرح اللي بيتعامل معاه علماء الدين. يعني دي عايزه حلقات وحلقات. أيوة.